السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم بخير يا رب. مثل ما قلت لكم، اليوم راح نتكلم عن موضوع اللوري، ببغاء اللوري لأنه أحس الببغاء هذا مهضوم حقه شوية، لأنه يعتبر مختلف وشعبيته عندنا ما هي مثل شعبية باقي الببغاوات، لكن له شعبية حاليا وبدأت تزداد. فحبيت إني أوضح بعض النقاط وأتكلم في بعض الأمور عن اللوري أو اللوري كيت، وفي الأخير طبعا في آخر الفيديو راح أحط أسئلتكم اللي سألتوني وراح اجاوب عنها، واختار اكثر اسئله جاتني او اكثر اسئله متشابهه راح اجاوب عنها باذن الله. فخلينا نبدا الفيديو ونتكلم عن اللوري. ببغاء اللوري كيت، اللي هو ببغاء اللوري بس هذا اسمه العلمي، مختلف عن باقي الببغاوات لانه مميز في بعض النقاط. اهم هذه النقاط هي موضوع نظامه الغذائي، الوانه، وشخصيته. شخصيته جدا مرحه وشخصيه فضوليه لابعد حدود، وبهلواني، حتى بهلواني اكثر من الصن كنيور. معروف الصن كنيور انه شخصيه بهلوانيه جدا. اللوري اكثر من كذا بكثير، يحب يلعب اكثر، حتى في طبيعته يحب يتسلق الاشجار، عنده مغامرات غريبه. يعني لو تشوفوا عنه فيديوهات عنده مغامرات غريبه في بيئته الطبيعيه. نظام غذائه معروف ان هو يتغذى على رحيق الازهار وعلى بعض الحشرات. الاشياء المختلفه في اللوري، لو تلاحظ لسانه يشبه الفرشه. ليش؟ عشان هذا يسهل امتصاص ويسهل اكل رحيق الازهار في طبيعته. فسبحان الله، لسانه لو تركز فيه تلاقيه مختلف عن باقي الببغاوات. اكتشفوا لحد الان اكتشفوا له 21 فصيله تقريبا. مشهور عندنا احنا فصيله الريمبو، القوس قزح، هذه مره مشهوره عندنا. بغى اللوري ما يحب البرد، درجة الحرارة المناسبة له تكون فوق 25 لحد 29. يعني ما يحب لما يكون الجو بارد، ولا يعيش في أماكن باردة كثير. دائما يفضل الأماكن اللي فيها رطوبة عالية، لأنه هو يحب الاستحمام كثير، ويفضل الأماكن اللي ما تكون باردة، يعني أقل من 25 درجة مئوية. يبدأ موسم التزاوج ببغاء اللوري من شهر سبتمبر اللي احنا فيه الحين إلى حد شهر ديسمبر. هذه أفضل وقت ممكن ينتج فيه. عادة الأنثى ما تحط أكثر من 3 بيضات، بيضتين إلى حد 3 بيضات. موعد الفكس للبيض يكون بعد 24 يوم من التحضين. يبدأوا يطلعوا الفروخ من العش أو ينفطموا بعد الأسبوع التاسع. يوصل عمر ببغاء اللوري في طبيعته إذا كانت البيئة مناسبة، حتى في بيوتنا إذا كانت البيئة مناسبة له، إلى حد 30 سنة. يعني ممكن يوصل معك 30 عام طالما أنه أنت موفر له البيئة الكويسة والمكان المناسب. نيجي الآن نتكلم على الشيء المهم، وهو ببغاء اللوري الموجود في بيوتنا. طبعا ببغاء اللوري يحب الاشياء، عفوا، يحب القفص الواسع لانه حركته كثيره. يحب يفضل انك تحط له العاب، طبعا اذا كان اليف. اذا كان غير اليف لا، خليه يركز في انتاجه افضل. لكن ببغاء اللوري اذا كان اليف يفضل انك تحط له العاب في قفصه، لانه هو يحب الحركه، يحب اللعب، شخص مريحه جدا، شخصيه مريحه جدا. برضو يفضل انك تحط له المجثم الخاص بتلقيم المنقار والاظافر. يفضل انك تحط له اللي هو يكون معاه املاح او يكون معاه كالسيوم. غير كذا لازم تتأكد انه جميع المنتجات اللي راح تحطها للوري تكون قليلة مادة الحديد، معدن الحديد. وبرضه ما ننسى اهم المكملات الغذائية لهذا الببغاء الجميل. طبعا في كثير انواع شركات ما راح اذكر اسماء، لكن انت دائما خذ اعلى جودة وافضل سمعة لهذا المنتج. عادة يكون في عندك البودرة النكتار، معروفة. النكتار هي كلمة انجليزية تعني بالعربي الرحيق. النكتار هذا يكون عبارة عن فريكتوز وعن حبوب الحبوب وعن بعض الفواكه المجففة مثل التفاح، وفي له بعض الزيوت المناسبة لببغاء اللوري. يعني تشكيلة كذا مميز جدا ويحتاجها جسم الطائر. برضو اهتم بموضوع المكملات الغذائية مثل البروتين المخصصة لببغاء اللوري. يتميز باختلاف أكله وعناصره الغذائية اللي يحتاجها هذا الطائر الجميل اللوري. طبعا عندك انت ما يتغذى الا على الفاكهه وعلى الخضروات وعلى بعض الحشرات، وفي طبيعته على رحيق الازهار اللي احنا نحط بداله نكتار على شكل بودره عندنا في البيت. طيب ايش نوع الفواكه اللي هو يحبها؟ في عندك صوره هنا فيها صحن تقريبا كل الفواكه اللي موجوده هذه جدا يعشقها ويحبها طائر اللوري. مثل عندك الموز، التفاح، الكمثرى، الاناناس، التوت، العنب، خاصه العنب جدا يحب العنب اللوري. مثل الخضروات عندك ممكن الجزر المبشور برضو ياكله. يفضل انك دائما تقدم هذه الاغذيه بشكل طازج، ما تكون مثلجه عشان ما تتعرض لبكتيريا، لانه هو طائر حساس. معروف ان الفواكه مع الوقت تخمد ويضربها بكتيريا، فاذا كانت مثلجه وطلعتها ممكن يصيبها بكتيريا فتضر الطائر. ممكن تغير من غذائه، بدل ما تقدم له اياه طازج ممكن تاخذه وتضربه في الخلاط وتقدم له اياه بشكل لزج او سائل.
ما في مشكلة برضو، تقريبا نفس القيم الغذائية، وراح يحبوا أكثر كمان وراح ياكلوا، خصوصا إذا أنت عندك فاكهة مثلا ما حبها أو ما أكلها وهي فيه له فوائد هو يحتاجها، ممكن تحطها إضافة مع العصير راح تقدم له إياه، وتقدم له الفاكهة طبعا بدون إضافة سكر بدون إضافة أي حاجة، مثل ما هو تعصره وتخلطه تضربه في الخلاط وتقدم له إياه بشكل مباشر. أكرمكم الله، فضلات الببغاء اللوري مختلف تماما عن باقي الببغاوات، لأنه ما يجيك يابس يجيك سائل. طبعا هذا بسبب نظام غذائه، المختلف اللي هو كله فواكه تقريبا. في نقطة يجهلها كثير من المربيين اللوري خصوصا المبتدئين، موضوع تشخيص الأمراض. لا قدر الله إذا أصاب الطائر مرض ما ينفع تشخصه أبدا مثل أي ببغاء، ولا يكون علاجه مثل باقي العلاجات اللي نعطيها للببغاوات حتى إذا كانت طبيعية. في أكثر من معدن عنصر مش كويس نعطيه للببغاء اللوري مثل الحديد. يحتاج تشخيص ببغاء اللوري من طبيب بيطري يكون متخصص في وعنده خلفية في ببغاء اللوري، وعارف نظام جسمه ونظام مناعته والأمراض اللي تصيبه وعلاجها. بعض العلاجات اللي نعطيها لباقي الببغاوات ممكن إنها تهلك طائر اللوري لقوتها أو لنظامها الجسدي لما ما تتحل بطريقة كويسة في جسم اللوري. فروخ اللوري طبعا مثل ما احنا قلنا انه هو مختلف عن العناصر الغذائية اللي يحتاجها مختلفة عن باقي الببغاوات، فهذا الشيء ينطبق برضو على الفروخ والسرلاك. السرلاك لازم تاخده يكون شيء متخصص لهذه الطيور، لهذا النوع من الطيور، يكون فيه له تتأكد انه هو قليل نسبة الحديد فيه في نفس البودر تبع السرلاك، ما يكون عادي او ما يكون عالي، يكون ناقص جدا او يكون معدوم او قليل. وقبل ما انهي هذا النقاش وهذا الفيديو، نصيحتين مهمين جدا لاصحاب ببغاء اللوري المربيين. اول حاجه هي موضوع الحبوب او البذور مثل البذر الحبه الشمسي، ابدا لا تعطيها ولا تخليها كلها مهما كان، لانه المجرى الهضم عند اللوري مختلف عن باقي الببغاوات، وما هي مهيئه انه ياكل هذه الحبوب او البذور، وممكن تعلق تخنقه، فطبعا يكون تؤدي الى الوفاه او علاجها صعب. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لازم تكون موفر له مويه في المشربيه، مش في الانبوبه اللي احنا نحطها في الاقفاص، لا تكون موجوده في المشربيه 24 ساعه نظيفه، لانه هو طائر يحب الاستحمام، يحب دائما يبلل نفسه، لانه مثل ما قلت لكم هو طائر يعيش في اماكن رطبه. فاذا انت ما وفرت له غرفه فيها رطوبه عاليه ممكن تزعج اللي حواليه موجودين، فلازم يكون موفر له مويه 24 ساعه تكون نظيفه للشرب، ولانه يستحم منها بشكل دائم. اكثر سؤال جاني تقريبا عن ببغاء لوري هو عن السعر. كم سعر ببغاء؟ طبعا سعر ببغاء سعره انا ما اقدر احدده، لكن هو يعتمد على حسب الطلب والتوفر في السوق. اذا كان متوفر كثير وما عليه طلب سعره راح يقل، اذا كان ما هو متوفر وعليه طلب عالي اول ما يجي فرخ حيطير حتى لو كان سعره 3000 ريال. فلذلك هذا شيء بناء على التوفر في السوق وطلب الناس ورغبتها لشراء هذا النوع من الطيور او الفروخ. الببغاء اللوري من الببغاوات المتكلمة بطلاقة أيضا، يعني يحفظ كلمات وشاطر مرة إنه يعيدها. يبدأ يتكلم من بعد عمر 6 شهور، يبدأ يقلد أصوات وتصفير، ومن بعد عمر سنة يحفظ كلمات أكثر من كلمة، وكل ما كبر في العمر كل ما زادت كلماته وكان كلامه بطلاقة أكثر.